بار البارح كيو فيه اتواصل كل كان تراند من اللي تراند الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. الترجي الرياضي التونسي يعلن رسميا على تركيبة الإطار الفني الجديد بعد أخذ ولد، بعد الحديث على مدرب فرنسي، مدرب ألماني، مدرب منتخب موريتانيا وجزر القمر، عدة أسماء تم تداولها في علاقة بتسيير الفني للأحمر والأصفر. وفي 24 ساعة تقريبا تغيرت كل المعطيات. اسم ما حكيت فيه حتى وسيلة إعلام حتى البارح، خطر صعيب باش تنطق ماضي ثلاثة دايور هذيك مشكلة معناها مش نجم نبرو عليه برشا في البلاتوات. نحكيه على المدرب الروماني، ربي يجيبنا في السواب، لورنسيو ريغينكاف. يا بابا هلا من إشكال إن شاء الله ربي يقدر يا ذنوب. أنتو كاتوا من هنا إلى آخر علاقته مع ترجي لورنسيو وانتهى الموضوع. هو مدرب الترجي الرياضي التونسي، مدرب روماني كان عنده عدة تجارب كما قلنا، درب فريق بوخارست الروماني، تحصل على بطولة، درب في السعودية، درب في الإمارات نهائي تشامبيونز ليغ الآسيوي. مدرب يتقن اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة، يتواصل باللغة الفرنسية، ما عندوش مشكل تواصل باللغة الفرنسية، وذي حسب معنا من معلومات من النقاط اللي ركز عليهم رئيس ترجي والهيئة المديرة للترجي حمدي المدب والهيئة المديرة اللي معه، إمكانية التواصل هل دونك يزم يكون يتقن على الأقل الإنجليزية إي فوميو تكون الفرنسية. صغير في العمر، ماهوش بعيد الأعمار الملاعبية، مناش نحكي ولا مدرب عمره 70 ولا 72 ولا كذا، نحكي ولا مدرب أقل من 50 سنة، أقل من 50 سنة ناصر البدوي، وهذه كلها عوامل باهية كي يبدأ جون، كي يبدأ يتقن التواصل، كي يبدأ كذا. رأيك في الاختيار في المدرب هذا للترجي اللي كان تراند البارح على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو عادي ما تترجي بعد الفترة الكبيرة وخاصة بعد البوليميك، مش ان كل واحد يعطي في اسم وكل واحد يتخيل انه ترجي معناته سيب المدرب باش يجي اليوم بصفة رسمية، وخاصة ان المدرب ما كانش موجود في في الرادار متاع الناس الكل. معناته المدرب كي جاء البارح عمل سوربريز كانت باهية. هو حكي عليه وليد قرفيل وبعد نرجع نسمع رايك ناصر. حكي وقدم المدرب متاع رجي مع صديقنا حاتم جاسبار في اكسترا تايم. والله اكيد احنا اخترنا مبدا السريه بالحق، معناتها المره هذه رئيس الجمعيه هو تقريبا اللي يكفل بالملف وبسريه تامه، سريه كبيره، اكيد انه من حق الصحافه انها تبحث عن المعلومه. لسامي اللي ذكرت الكل في وقت من الاوقات ربما كان موجود بعض الاتصالات معاه، لكن في الاخير بعد الدراسه تاع السيره الذاتيه تاع كل مدرب بالنظر للمقتضيات تاع المرحله اللي تنتظر الترجي الذي توصي في قادم الأيامات والأسابيع، معناتها البطولة تشامبيونز ليج، كأس العالم، بالنظر للرصيد البشري الموجود في الفترة الحالية واللي أكيد مازال باش يتداعى إن شاء الله في الميركاتو القادم. رئيس النادي رانو من الأجدى والاختيار تم على المدرب الروماني. هذا المدرب الروماني أكيد مدرب عنده عدة طولات وجولات كسوة في بلاده في رومانيا مع استواء بوخارست، وراو استواء بوخارست وأكيد كلكم تعرفوا أنه حتى على المستوى الأوروبي عنده تاريخ، متحصل على الألقاب مع الفريق هذايا على المستوى المحلي، يلعب الشامبيونز ليج كيف كيف في آسيا في الإمارات، مدرب نادي الوصل نادي الوحدة في الإمارات، في السعودية مدرب نادي الأهلي ونادي الهلال. دونك مدرب قيم رئيس النادي وقيمنا أنه هو المدرب لصالح النادي متاعنا في الفترة هذه، هو النجم يقدم بينا ونشوفه مع الترجي أكيد للجماهير متاعنا الكل تحب تشوفه إن شاء الله في الفترة الجاية. يلا نرجع لك ناصري. بالنسبة لي أنا معناتها تو البارح حسب القائمة اللي شفناها متاع المدربين اللي باش يكونوا موجودين باستثناء القصري، معناتها الكل ستاف كامل جاي معاه من برا، حتى مدرب الحراس معدل البدني فما جوان آخر معاه. وليد قال أنه ستاف الكل متاع الترجي، ستاف اللي كان يخدم باش يقعد موجود على ذمة الستاف هذا، اسكندر القصري باش يقعد موجود، شمس الدين الذوادي كيف كيف موجود، وبقية الستاف شكون ستاف الإنرجي برشا برشا معناتها نعتبر الترجي. وقت اللي قلت لك أنا من بكري رفيق من الحاجات اللي الترجي
عملها وهذه رانا نجم نفهمها على خاطر واحد وقت اللي تعيش الوضع هذا تنجم تفهم شو الضغوطات اللي كانت على مسؤولين الترجي وخاصه على الرئيس نتاعها، انه لابد الاختيار يكون دقيق وفي كل جزئيات ما فماش حتى جزئيه لازم تتعدى في الكومينيكاسيون في الخطاب، هو الكومبورتمون نتاعو اسكو ربح مش ربح، ليتا ديسبري نتاعو مع الملاعبيه، الكومينيكاسيون نتاعو راه حتى كانوا ما يتكلمش الفرنسويه اللي هي معناتها سهله بالنسبه للناس كل الكوره، لغه الكوره معروفه معناتها براتيكمون نجم الناس كل المدربين حتى اللي يجيو لي بورتوغي ولا اي مدرب اجنبي، المهم يعرف يوصل المعلومه للملاعبيه نتاعو. انا نعتبر اختيار كان جيد، حتى التواصل سهل يسهل الناس مش تقعد كل جمله يترجمها مترجم، مش كيما واحد يحكي لا. لغه الملاعبيه تفهمها، حتى لو طون حتى الميساج يوصل ديريكت. يعني احنا كل عام جينا يا شا وجاب معاه جوا يترجم لنا، وقت اللي نبدا نحكي انا واحد من الناس يبدا فما مشكله نمشي لياشا ونقول له يا ولدي راهو فلان رد بالك شنو، والاخر يبدا يترجم له والاخر وجهه يحمار قول عليه يحكي العكس الكلام اللي يقول فيه انا. معناتها لا كومينيكاسيون ما بينك وبين الشخص المباشر ديما عندها اهميه خير، وخاصه نحكيو على مدرب خاطر مش الناس كل نفس ليتا ديسبري. انا نعتبر لا كومينيكاسيون ديريكت ما خطاب، انا حبيت نقوله لك رفيق خطاب الكره ساهل معناتها ما تستحقش برشا كلام. انا نعتبر انه اليوم الشواء نتاع الترجي بعد التروي بعد الاختيار، وخاصه الترجي عارفه روحها شنو البزوان نتاعها في المرحله هذه، ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله ربي يوفقه، ان شاء الله يعمل النقله النوعيه اللي جا على خاطره. وزاد كيف تعرف اليوم الترجي انتداب مدرب كيما هذا حتى هو بيدو معناتها فما كاس العالم للانديه وكل مدرب يتمنى باش يرجع. سي تشالنج وهذا الكوب دي موند تتحط في الباكيج نتاع لوفر اليوم ابار الشهريه وليزافونتاج باش ياخذها اي مدرب اسمك في الفيترين اللي هو باش يريني يلا ترجي رياضي تونسي، ديجا التاريخ تاع الترجي الفيكيو تاع الترجي القاب الترجي جاي تهز القاب راه زاد هذاك حاجه تتحط في السي فوق هذا الكل ثم في الباكيج سوري سور لو جاتو كيما نقولوا جاي تلعب كوب دي موند امام عمالقة اللعبه امام انظار العالم. دونك هذا نتصور من الحاجات اللي سهلت التعاقد مع المدرب الجديد للترجي. كلمه برنس، انت كنت من الناس اللي حبيت اجنبي نو؟ حب اجنبي في الوقت هذا قلت لك اجنبي بعد بالطبع. شوف هذايا لورينتشو انا كما قلت لك في المقدمه من امنش بممرن كبير الا فما اربعه ولا خمسه في العالم هذوكم حتى حد ما يشك فيهم. ما يولي كبير خاطر جاي الفريق كبير، هو ماهوش جاي معناتها جاي الفريق كبير، يجم يكون في مستوى الفريق هذاك، إذا مش في مستوى الترجي، اسمح راهو جانا مدرب احنا كبير، حد ما يعرفه في الترجي، جابوا وقتها سيم شبوب إن شاء الله ربي يفرج عليه طليان، يجي يطل تخلي البار، يا ولدي كبار المسؤولين في الترجي ما تعرفوه، شكون هذا؟ قول أخويا طليان جابوا هو ممرن كان كبير. لكن ما نجحش في الترجي. ما نجحش في الترجي. هذا نتمنى له باش ينجح. تحكي على جي 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 ماي فريدي المدرب. جي جي ياخذ طياره ويجينا نهار اثنين ويروح حسيلو. السابق للترجي صارت له مشاكل وغادر الترجي رغم انه كان اسم عنده تاريخ. عنده محترم في الكوره كمدرب. هذا المدرب الجديد دونك للترجي. نتمنى له النجاح يا رافع. نحكي لورانسيو مدرب الترجي ريجينكا ان شاء الله ما نيش غلطين في الاسم، مدرب روماني جديد للترجي بالتوفيق للاحمر والاصفر لشيخ الأندية التونسية بالتوفيق خاصة في المسابقات القارية في تشامبيونز ليغ الإفريقية وفي كأس عالم ينتظر عشاق الكورة الكل. نحبوا شوفوا ترجي تلعب مع عمالقة اللعبة نشيخوا في تيرانيات جميلة في كورة جميلة جدا في مستوى عالمي مع نجوم العالم يلعبوا مع أولادنا التوانسة. دونك نتمنوا له إن شاء الله النجاح والتوفيق للأحمر والأصفر ولمدربها الجديد. زياد كان عندك تعليق على الموضوع تنجم تحكي هنا تحكي أربيتر وتعطي رأيك كمحب من الفيراج ما تعطيش. لا ما مانيش عاتي شكرا لك خويا رفيق. لا بالحق كما قال النصر كما قال حال والله حاجه باهيه امبارح في الفوروم العباد الكل فرحانين به وكل باش تجي تريف مزيانه نتاع ثلاثة جمعات ان شاء الله الاسبيرونس تحضر بالكدا باش نسمع في الفوروم الجماهير شيخه كيفاش وسائل عليهم كل في التسلل وانا قلت كيفاش المعلومه ما خرجتش الوسائل ما خرجت سامحني حتى الجمعيات الكبار كل ما تخرجش المعلومه راهو يكذب عليك خاطر المعلومه تبدا محصوره ثلاثه اربعه من الناس شكون باش تعرف اللي راهو فيهم في لي باش كلها لي زاجون تحير في 24 ساعه كانت كافيه للتعاقد مع هذا المدرب. ان شاء الله بالتوفيق وحسعيد لشيخ الانديه التونسيه الاحمر والاصفر الترجي الرياضي التونسي. لحظات ونرجع لكم واصلين في الاخبار ونلعبوا بعد شوي على بونداشا قيمته 100 دينار من اهداء دارتي. معنا شيء ما يفوت في